وباسم جميع بشبابنا انتصرنا وبهم نصنع مستقبلا مشرقا للبلاد. فحوى المحفل الجماهيري لائتلاف النصر الذي يهدف إلى استنهاض همم الشباب وحثهم على المشاركة في الماراثون الانتخابي المرتقب. يجب عليهم حث جميع الأهالي والشباب والشارع العراقي بضرورة الانتخابات كائنا من يكن من ينتخب. المهم يجب أن ننتخب ولا نعطي فرصة أخرى لمن الأعداء ليعودوا الفاسدين والمفسدين. هذا الدور المهم اللي قاموا به شباب العراق وكانوا السبب الحقيقي في نصرة العراق وكانوا السبب الحقيقي في دحر الإرهاب. أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات وضرورة انتقاء المرشح الكفء لقيادة المرحلة المقبلة عبر ما يقدمه من برامج واقعية أبرز المواقف التي دعا لها الحاضرون ضمن هذا المحفل. يجب أن يكون للشباب يعني رأي كبير في المرشح ويجب أن يميزون بالبرامج الانتخابية التي تفيد الوطن والتي ستدعم الشباب وتدعم طموحاتهم. جيل الشباب هو جيل واعد وبالطبع عليهم زخم كبير ولا بد أن يتحملوا هذه المسؤولية، مسؤولية الحضور الفعال في المشاركة في الانتخابات. والانتخابات منعطف، لا بد أن يكون منعطفا إيجابيا في بناء العراق. هذا وقد توحدت غالبية الآراء على تكثيف الجهود في حث المواطنين على التوجه لصناديق الاقتراع في آيار المقبل وتفويت الفرصة على الجهات التي تعزف على وتر مقاطعة الانتخابات تحت ذريعة عدم الجدوى. حسين أحمد، قناة بلاد الفضائية.